أكثر من 25 ألف متظاهر فرنسي شاركوا في احتجاجات مناهضة للعنصرية في بلادهم. المظاهرات جاءت تلبية لدعوات من مؤسسات ونقابات للرد على الهجمات العنصرية التي تعرضت لها وزيرة العدل كريستيان توبيرا. وزيرة العدل صاحبة البشرة السمراء كانت قد تعرضت لهجمات كلامية عنصرية حين وصفتها مجلة ميونت المتطرفة بالذكية مثل القردة. يقول أمين عام الحزب الاشتراكي الحاكم: نحن نعاني بشكل كبير من ازدياد الخطاب العنصري والذي أصبح شائعا وخاصة في الفترة الأخيرة. سمعنا أشياء لا يمكن السكوت عنها أبدا. المتظاهرون أكدوا رفضهم للعنصرية في فرنسا في إطار قيم الجمهورية التي تقوم على الإخاء والمساواة. تقول هذه المتظاهرة: أعتقد أن العنصرية موجودة هنا في فرنسا منذ زمن طويل ولا يوجد أي تضييق على الخطاب. أريد أن أؤكد أننا هنا اليوم للتعبير عن وجودنا وأننا نواجه هذا الفكر الذي سمح لنفسه بالظهور علنا. وأثرت الهجمات الكلامية على الوزيرة غضب الطبقة السياسية في فرنسا، ما دعا رئيس الوزراء الفرنسي برفع شكوى قضائية أمام المدعي العام ضد المجلة بتهمة الشتم السياسي ذات الطابع العنصري.